موضوع اليوم نحكي فيه عن والقسم الثاني من المحاضرة هنحكي فيه عن التحصيل الوظيفي بالقشرة. عدت شوي قلت ناوي بلش بالنواة القاعدية مشان جلسة العمل الأسبوع القادم طالما فيها المخيف معالم شوي بتكون صعبة إذا واحد ما متألق من الأسماء. نذكر بالمقدمة لأول محاضرة حكينا كلمتين عن دور المخيف. حدا بذكر شو حكينا؟ بتجي لعند الحركات غرفة مراقبة تجي نسخة عن الأمر الحركي وعنده شاشات مراقبة بيراقب الأمر الحركي. إذا في أي خلل بيحكي مع مين؟ لا مع مجلس الإدارة. هلا المفهوم بيتوضح بشكل تالي. بداية سيريبيلوم سيريبيلوم شو ملاحظين؟ دبل إيه بالعربي دبل اف دبل اف ماشي دخل بخربط كثير بينه وبين سيريبرال مخ سيريبرال ال وحده مخ سيريبيلوم دبل ال دبل اف بخربطوا خصوصا اسماء الشرايين سيريبيلار ارتيري سيريبيلوم اذا دبل متى ما شفنا دبل ال معناتها عم نحكي عن المخيخ دبل ال دبل اف المخيخ كعضو كمركز عصبي يعنى بتنسيق الفعالية الحركية وتنظيم التوتر العضلي والتوازن. شيئا فشيئا ستتوضح هذه الجملة. لا علاقة له بالوعي. يعني إذا أصيب المخيخ ما بصير عندي أي مشكلة ثبات أو مشكلة وعي. المشكلة فقط تكون بالتوازن أو بالفعالية الحركية. ولا يتصل بالنخاع مباشرة. بل يتصل به النخاع مباشرة. تمام؟ ما في عندي ولا سبيل مخيخي شوكي. تذكروا أسماء السبل. يا بيكون محمد أحمد يا أحمد محمد. غير واحد تمام ما بيقربه ولا مضيعته ولا من بلده ولا شيء. شوكي مخيخي موجود من المخيخ إلى من النخاع الشوكي إلى المخيخ. مخيخي شوكي غير موجود، ما في سيطرة مباشرة أو ما في تعليمات حركية يصدرها المخيخ إلى النخاع. دائماً احترموا من الاسم السبيل ببين معي من وين لوين. بدنا نحترم أحياناً هلا بالأدلام أوكسيبيتو تيمبرو. إذا قلنا تيمبرو أوكسيبيتو معنا هالكارثة. بس الواحد بده يحترم المصطلح لأنه كثير بفرق معي بالصبر. بين حمراوي شوكي بين شوكي حمراوي واحد طالع واحد نازل ما عنده شوكي حمراوي صفي شوكي شوكي صفي واحد طالع واحد نازل. إذا لا علاقة له بدائرة الوعي ولا يتصل لا يعطي تعليمات حركية إلى النخاع الشوكي مباشرة. معاقب في الحفرة القحفية الخلفية إنه مخيخ صغير مخه صغير فمعدينه تحت الخيمة تحت موجود بالحفرة القحفية الخلفية إلى الأسفل من الخيمة المخيخية ويكون كالعنكبوت ممسكا بجزء الدماغ ثلاث أصابيع بثلاث أصابيع ثلاث سويقات علوية متوسطة سفلية من كل جهة يتعلق تعلقا على جزء الدماغ من الخلف ويحدد بينه وبين البصلة والجسر جوف البطين الرابع. هذا منظر المخيخ من الأمام. هذا أدي الجسر البصلي الدماغ المتوسط مقطوع وهذا منظره إلى الأسفل من الفص القذالي يفصله عن الفص القذالي الخيمة المخيخ. عندما أنظر للمخيخ من الخارج مظهره العياني وجهه العلوي مسطح لأنه فوقه في المخ كابسه من تحت أخذ راحته فارش فالسفلي محدب والعلوي مسطح. هاي بالعمل كتير بسيطة حتى وقت نمسك المخيخ لحتى نعرف وين فوق وين تحت. من فوق هاك الكبسة من تحت مفروض وجه العلوي مسطح توضيه الخيمة المخيخية والوجه الخلفي يقع تحت القص القزالي تقريبا حرم الوجه الخلفي. العلوي مسطح إلى الأسفل من القص القزالي الوجه الخلفي حر تقريبا إلى الخلف والوجه السفلي محدب ويشكل في قسمه السفلي سقفا للبطين الرابع. لدي ثلمة مخيخية
في الخلف، مو هي الثلمة المخيخية الخلفية. هون الثلمة المخيخية الأمامية وهون الثلمة المخيخية الخلفية. هلا المفهوم كثير حتحسوه مجعلك، لأنه المخيخ هيك ضابب على حاله. وقت ندرسه بدنا نفرده. وقت نوصف هلا فصيصات المخيخات بدنا نفرده، بس بالحالة الطبيعية المخيخ ضابب على حاله بهالشكل. هالضبة شو تركت لي بالنص؟ بطين الرابع. فمن هون ثلمة مخيخية أمامية ومن هون ثلمة مخيخية خلفية. القسم الناصف ندعوه بالدودة فيرميس، وعلى الطرفين لدي نصفا كرة، مو نصفي كرتين بصيروا أربعة، نصفا كرة مخيخية، إذا دودة في الوسط ونصف كرة في كل جهة. هيميسفير نفس المصطلح بالدماغ. هذه المنطقة أسميها الوهدة المخيخية، هي المنخفض أو الحفرة المتمادية بالنهاية مع الثلم الخلفي، مع التلم الخلفي. إذا دودة، نصفا كرة، تلم أمامي وتلم خلفي، الأمامي بالأعلى والخلفي بالأسفل، ولدي بين نصفي الكرة وهدة تتمادى مع التلم الخلفي. المنظر هون صار أوضح شوي. هذا تلم أمامي هون، تلم خلفي هنا، الوحدة مع البينة لأنه واقعة في الوسط. المخيخ من اسمه هو مخ صغير، فما ينطبق على المخ ينطبق على المخيخ مع احترام الأحجام والأقدار. المخ لدي قشرة سجابية في المحيط، مادة بيضاء في المركز تتلوها مراكز رمادية أو سجابية. بالمخيخ نفس المقاربة، لدي قشرة سجابية في المحيط، مادة بيضاء في مركز شجرة الحياة، وفي داخل المادة البيضاء هناك مرة ثانية نوى عميقة رمادية هي المراكز التي تنطلق منها السبل الصادرة. إذا قشرة مخيخية محيطية، مادة بيضاء، ومن المادة البيضاء لدي السويقات، سويقة علوية، سويقة متوسطة، سويقة سفلية. ولاحظ أن المتوسطة هي الأكثر بروزا واتصالا مع الدماغ المتوسط، من المعالم الواضحة عينيا. هذا المقطع الطولاني الناصف بالمخيخ، ولاحظ القشرة المحيطية الرمادية و أبور فيتا شجرة الحياة، وجوف البطين الرابع الذي تحدد ما بين شراع مخيخي علوي وشراع شراع نخاعي علوي وشراع نخاعي سفلي، يفصل ما بين أو يحدد سقف البطين الرابع من الأعلى ومن الأسفل. في العمق مرة ثانية لدي نوى سنجابية أسماء نواة بشكل مسنن دينتيت، نواة بشكل الكرة جلوبوس، نواة صمية، صمة بالسريريات هي بتصير جلطة صغيرة بتصير بالأوعية، وهي جلطة مثل الجلطة الصغيرة، إمبوليزم إمبوليفور، وقمية فاستيجيال، قمية في القمة أو أثرية أحيانا يعني بسموها صغيرة كتير بالقمة. هنشوفهم بالتفصيل لاحقا. إذن مسننة كروية صمية وقمية أو صمية وأثرية. هلأ هذا منظر المخيخ من الأعلى وهذا منظر المخيخ من الأسفل. ألاحظ الدودة في الوسط، فصان أو نصفا كرة في كل جانب، وعلى المخيخ هناك شقوق. بالمخيخ لدي تلم أمامي تلم خلفي، والباقي على المخيخ نفسه جميعها اسمها شقوق، فيشر فيسيون. الشقوق نبدأ، لدي هنا شق، أول شق، الشق الأولي يتلوه شق، يتلوه شق أفقي. هذا الشق الأفقي، ركزوا لي هون شوي، هذا صار خط الاستواء، الخط الناصف. الشق الأفقي يقسم المخيخ إلى قسم علوي وقسم سفلي، في حين أن الشق الأولي يقسم المخيخ إلى فص أمامي وفص خلفي. فالفص الخلفي يقطع قسم منه بالأعلى وقسمه الأكبر بالأسفل. إذن شق أولي قسمه إلى قسم فص أمامي وفص خلفي. بالشق الأولي يعني أمام الشق الأولي عندي شق صغير هو الشق أمام المركزي، خلفه في عندي شق آخر خلفي علوي، وهون في عندي خلفي سفلي أو رشيق هلالي، وينتهي عندي
مرة تانية هون شق تاني كبير يفصل ما بين هذه الكتلة الكبيرة وتركيب عجيب ظهر معي هنا. نطفتان بينهما عقيدة اسمه الفص الندفي العقيدي. سمعانين فيه؟ مألوف المصطلح. نطفتان بالجانبين بينهما عقيدة بالوسط. إذن شق أولي، فص أمامي، فص خلفي، شق لهاتي عقيدي يقسمه أو يفصل ما بين الفص الخلفي والفص الندفي العقيدي. كل هالمصطلحات هنعيدهم مرة ومرتين وثلاثة حتى نتعرف معهم. إذا عندي شقوق عرضية أمام مركزي، أولي حاطه بالبول لأنه شق أساسي، خلفه في خلفي علوي، ناصف الناصف أو الأفقي يقسمه إلى قسم علوي وقسم سفلي، الأولي إلى فص أمامي وفص خلفي، بعد الناصف في عندي خلفي سفلي أو بسميه هلالي رشيق، بعدين في عندي أمام هرمي. كل الأسماء هي من أسماء موجودة هون هلا بتمروا معنا، وبالنهاية عندي شق لهاتي عقيدي أو بسميه خلفي وحشي. صار عندي خلفي علوي، خلفي سفلي ما كتير دارج بسميه هلالي رشيق بين الفصل الهلالي والفصل الرشيق، وخلفي وحشي. شق أولي إلى الأمام منه أمام أو فص أمامي، إلى الخلف منه فص خلفي، شق أفقي إلى الأعلى منه قسم علوي مو فص علوي، إلى الأسفل منه قسم سفلي، شق لهاتي عقيدي أو خلفي وحشي، قبله فص خلفي، بعده فص ندفي عقيدي، نطفة وعقيدي. يعني عندي هذا المنظر، طلعت على المفاصل بين السلامية والمفاصل السمعية السلامية بيضبطوا معي. المفاصل السمعية السلامية الشق الأفقي قسم علوي وقسم سفلي. المفاصل الثانية نحو واحد منهم بيكون هو الأمامي اللي بيكون قدامه فص أمامي والباقي فص خلفي. وآخر شيء هون بدي أمسك نكاشة أسنان نكاشة أدنين وانطبع دي بالنص وديها بصير عندي فص ندفي عقيدي وقنطين على الجانب واحدة بالنص بين وبين الفص الخلفي شق خلفي وحشي أو شق لهاتي عقيدي. هلا بنعرف ليش اسمه لهاتي عقيدي. إذا هذه الشقوق تقسمه لفصيصات وفصوص، ثلاث فصوص أساسية، فص أمامي أمام الشق الأولي، فص خلفي متوسط بين الأولي واللهاتي العقيدي، فص ندفي عقيدي تحت اللهاتي العقيدي. تحت صرت وأنا عم وصف وأنا فارده، هو بيكون أمامه بالوضعية التشريحية. الشق الأفقي يقسمه إلى قسم علوي وقسم سفلي، وتاليا يقسم المخيخ إلى فصيصات. كنا فصوص هلا عم نحكي فص أمامي، فص خلفي، فص لهاتي عقيدي، فص عفوا ندفي عقيدي. والآن كل فص سنشاهد بداخله مجموعة من الفصيصات. على الدودة عندي 10 فصيصات أو 10 أقسام وتسعة على نصفي الكرة، مانن متقابلين بالعدد، يعني عندي 1 زايد على الدودة وتسعة على نصفي الكرة. الفصوص تعطى أرقام من 1 إلى 10، وعندما يكون على نصف الكرة يعطى رقم H هيمسفير، وما عندي 1 بلش من 2 إلى 10. هلا الترتيب مانه ملزم، يعني ممكن رقم يتكرر ممكن رقم ينقسم مرتين، يعني كيف؟ اللوسين هو الفص الأول على الدودة، ما له مقابل هناك. الثاني والثالث بشكل الفص المركزي على الدودة، يقابله جناح الفصيص المركزي على نصف الكرة. الرابع والخامس كمان القنة على الدودة كيلمن، يقابله الفصيص الرباعي الأمامي على نصف الكرة. الخامس لحاله يشكل المنحدر ديكلاين، يقابله الفصيص البسيط الرباعي الخلفي. السادس، لاحظين هون بلشنا، لا هون السادس عفوا،
السادس هو المنحدر والخصيص البسيط. السابع أي، السابع قسمناه لأعطينا حرفين. السابع أي يشكل الورقة، يقابله الهلال العلوي. السابع بي يشكل الحدبة، يقابله الهلال السفلي أو الرشيق. الثامن الهرم، يقابله فصيص البطنين. التاسع اللهات، تقابلها اللوزة. وأخيرا العاشر العقيدة، تقابلها الندفة. هلا حاليا مقدر وضعكم إنه شيء كتير بسيط وسهل وقابل للحفظ ومنطقي وأسماء حلوة ومألوفة ومن الطبيعة كلها. اسمعوا القصة. كان يا مكان في قديم الزمان، كان في فتاة لطيفة جميلة بجديلتين اسمها لسينة. لسينة مشيت طبعا مشوار، تجولت في البداية في مركز المدينة، وبعد أن انهت رحلتها في مركز المدينة صعدت على مرتفع صغير. القنة لغة هو المرتفع الصغير، كوليم، لاحظين المصطلح الأجنبي، كوليم، مرتفع صغير، جبل صغير. فصعدت على جبل صغير وانحدرت بعد صعودها على الجبل. كانت بمركز المدينة لسينة الصغيرة، صعدت بعدها على القنة على الجبل الصغير وانحدرت بعد أن نزلت من الجبل لتشاهد غابة بأوراق كبيرة. وجدت وريقات كثيرة فأثار فضولها لتدخل داخل هذه الغابة، ولتشابك الأوراق فوقها اضطرت أن تخفض ظهرها، فظهرت لها حردبة على ظهرها داخل الوريقات تحت الوريقات. وبعد أن انتهت من دخول الدغل فجأة وجدت أمامها هرما كبيرا ذهبيا لامعا، ففتحت فمها من الدهشة فظهرت لهاتها. وفي نهاية القصة تعقدت الأمور كثيرا وقصة كلها معقدة ومعقدة. كمان فينا نحفظها بطريقة تانية، إذا ما حبينا قصة لسينة قبل ما ننام، لسينة بالمركز طلعت على الجبل، نزلت وراب، نزلت حردبة، هرم، واو لهات. ملاحظين اللهات دائما ما تفتح لهات وفي جنبه لوزة. تمام؟ لمحبي الأدب العربي والتراث، عبرت لسينة مركزا للقن وانحدرت رويدا، فتورقت حدباتها هرما بملهاة العقيدة. ببساطة عبرت لسينة اللسينة مركزا المركزي للقنة القنة، فانحدرت المنحدر رويدا للضرورة الشعرية، فتورقت الورقة حدباتها الحدبة هرما الهرم بملهاة لهات العقيدة العقيدة. هلا الطعم الأكبر بالجهة الثانية، بجناحها ربع بسيط قد تقوس وانتصف شق ناصف، برشاقة البطن الذي مع لوزة أكل الهدف. مربع جناح، مربع رباعي بسيط مقوس رشيق ذو البطنين لوزة ندفة. بجناحها ربع بسيط قد تقوس وانتصف برشاقة البطن الذي مع لوزة من أكل المدف. نرجع من عند بعد ما صلنا شوي متآلفين مع الورطة هاي. إذا على الدودة لدي اللسين لينجولا لونج لسين لينجولا لسان لساني لينجولا اللسين هو الرقم واحد، يتلوه على الدودة الفص المركزي الفصيص المركزي عفوا، يقابله جناح الفصيص المركزي لسينة مركزي جناح المركزي. بعدين قنة جبل صغير يقابله الفصيص الرباعي الأمامي. بعدين الحد المنحدر، عبرت لسينة مركزا للقنة وانحدرت رويدا، منحدر ديكليف يقابله الفصيص البسيط. هون ملاحظين تختلف التسمية بين مرجع وآخر، بين مكان وآخر. الفصيص البسيط يسمى أحيانا بالرباعي الخلفي، إذا سميت هذا رباعي طيب يكون هذا رباعي خلفي. كوادرينكولر رباعي سيمبل بسيط. فوليوم فوليكولر فوليوم ورقة يقابله الفصيص المقوس أو الهلال العلوي.
الهلال العلوي إذا اعتبرت الشق الأفقي يقسمه إلى هلال علوي وهلال سفلي، أو مقوس رشيق وتقوس فانحدرت رويدة وتورقت حدباتها الحدبي تيوبر نفس المصطلح التشريحي، الفصيص الرشيق أو الهلال السفلي جراسيل كما ذكروا حزب الرشيقة نفس المصطلح. ليش رشيق؟ لأنه في بعضه بطن كبير. الهرم بيراميد يقابله باي فونتر ذو البطنين باي فونتر، وبالنهاية يوفيلا نفس مصطلح اللهات. اللهات شو عن عالمنا تونسل نفس المصطلح تونسل بالجهتين، وآخر شيء ندفي عقيدي، العقيدة بالوسط على الدودة نودول، والندفي فلوبيولوس على الجانبين. إذن لسينة مركز تنة منحدر حدبة لا منحدر وريقة حدبة هرم لهات عقيدة بسيط مربع جناح بسيط مربع علوي مربع سفلي أو مقوس هلالي علوي أو جناح مربع علوي مربع سفلي أو بسيط أمامي وخلفي عفوا مربع أمامي مربع خلفي تمام لأنه أمامه خلفي الشق المركزي أو بسيط هلالي علوي هلالي سفلي أعلى وأسفل الشق الأفقي أو مقوس ورشيق ذو البطنين اللوزة الندف لسين مركز قنة منحدر ورقة حدبة هرم لهات عقيدة عبرت لسينة مركزا للقن وانحدرت رويدة فتورقت حدباتها هرما بملهات العقيدة بجناحها فص بسيط قد تربع لا بجناحها ربع بسيط قد تقوس وانتصف برشاقة البطن الذي في لوزة أكل المدافع. الإعادة الأخيرة بدون ما انطلع. لسينة مركز طبعا أنا ببالي عم شوف لسينة وهي ماشية. لسينة مركز حدبة لا تنة منحدر مريقة حدبة هرم واو لهات عقدة على الجانبين بجناحها جناح مربع أمامي مربع خلفي بسيط هلالي علوي مقوس هلالي رشيق ذو البطنين لوزة طبعا ما توصلنا ذو البطنين نكروش بعدين بطن لوزة ندفي ذو البطنين اللوزة على جانبي اللهات والندفي على جانبي الأوقي تمام؟ هدول هنا عبرت لسينة مركزا للقن وانحدرت رويدة وتورقت حدباتها هرما بالهاتي عقيدة لدع كثير هي المنظر من الأمام هي لسينة مركزا للقن وهون بالجهة الثانية هي العقيدة وهي اللهات وهي اللوزتين ليش ما له خطأ؟ هي العقيدة اللهات لا فبايا جوا ما سكر كشف استنى جوا تكون تماما إلى العمر لهات هلا عندما ننتقل إلى داخل المخيخ فلدي لوى مخيخية عميقة وقشرة سجابية محيطية في القشرة المحيطية كلمحة نسيجية كمعلومات نسيجية بتاخذوها بالتفصيل بالنسيج يختلف التشكيل أو التنظيم الهندسي لقشرة المخيخ عن قشرة المخ. قشرة المخ عادة عندي 6 طبقات حنرجع نحكي عنه هلا بعد شوي ويختلف الانتظام بين وظيفة وأخرى. المخيخ مخه صغير فثلاثة بكفوا عندي 3 طبقات فقط في القشرة المخيخية جزيئية كمثرية أو بورجنجي وحبيبية وخمس أنواع من العصبونات التي تنطلق منها أو تصلها محاوير. المحاوير أيضا تنتظم بشكلين إما ألياف متسلقة تكون
عابره للمستويات تصل الى القشره المحيطيه او الياف طحلبيه تنتشر بشكل مناسي. ما بدي معلومات اكثر نسيجيه، بهمني التشريح العياني وربطه بالارتباطات الوظيفيه. اذا عندي ماده محيطيه او قشره محيطيه ثلاث طبقات، خمس انواع من العصبونات، ماده بيضاء، نوعين من الالياف متسلطه وطحلبيه. كليمبنج اند موسي فايبر. والسويقات العلويه مع الدماغ المتوسط، الوسطى مع الجسر الاكثر بروزا، والسفليه مع النخاع المتطرف او المصري. ردب مخيخي في سقف البطين الرابع ما بين الشراع النخاعي العلوي والشراع النخاعي السفلي. وملاحظين كيف وقت سقف البطين الرابع انا عم وصف سقفه ارضيه تبع الحياه الجنينيه. فلما وقف صار سقفه لورا وارضيته الى الامام. داخل المخيخ كما ذكرنا عندي اربع انواع من النواة. نبدا بالنواة المسننه دنتيت. شو بذكرني هالمنظر؟ زيتونيه، كيس مجعد مفتوح للانسي. بشكل كيس مجعد مفتوح للانسي، اليافه تعبر عبر السويقه المخيخيه العلويه. الى الامام من المسننه لدي النواة الصميه امبليفورم. لدي النواة الكروية بين الصمية والقمية، وهذه النواة القمية. إذا دنتيت، أمبليفورم، جلوبوس وفاستيجيوم، القمية أو الأثرية. القمية أصبحت أقرب ما يكون إلى الخط الناصف إلى سقف البطين الرابع. إذا داخل المخيخ النواة الموجودة بالعمق دنتيت، جلوبوس، جلوب كرة، الجلوب اللي قدام الواحد وقت ينام للطافش، جلوب، جلوبوس كرة، امبليفورم، امبوليفورم صمية، فاستيجيال أثرية أو قمية. الآن نأتي إلى اتصالات المخيخ. طالما عندي تخيل لوظيفة المخيخ فيني أتخيل من أين ستأتيه الاتصالات وإلى أين سيرسل بالتعليمات أو الاقتراحات. خلينا نقول لا يصدر أوامر مخيف، هذا ناقص والله. هلا في عندي معلومة أساسية، أن الوارد ثلاث أضعاف الصادر. طبيعي غرفة المراقبة شيء طبيعي يكون قدامه 20 شاشة خطين تليفون. إذا كان عنده شاشة واحدة و20 خط تليفون ما منطقي الحكي، فبده هو يراقب شو عم بصير ويخبر القيادة. راقب شو عم بصير، بده كاميرا موزعة بالكوريدورات على باب المخبر، على الدرج، لا تجلس على الدرج، وهالشغلات كلها. قاعد قدامه اما شاشة محسومة 70 ربع او قدامه اكثر من شاشة مثل اي غرفة مراقبة باي مركز مراقبة، وقدامه في تليفون ما عم بينزل اوامر يا سيدي، بيسكر. ثلاث اضعاف الصادر، الوارد ثلاث اضعاف الصادر، ترده معلومات اكثر ما يصدر اوامر. خلينا نقول الصادر اغلبها بالياف متسلقه، الوارد عفوا اغلبها بالياف متسلقه والياف طحلبيه، انواع الالياف البيضاء الموجوده داخل المخيخ. الان كيف سيتحدث المدير العام مع الموظف المناوب في غرفه مراقبه؟ يفتح التليفون بيقول له مرحبا، شو اسمك كان؟ مدير مكتب، مجلس الإدارة، نازل الأمر، بتلاقوا بأي قرار تحته فيه هيك سبعة نسخة إلى نسخة إلى نسخة إلى نسخة إلى، وهو نازل القرار كوبي بيست، خبروه للشاب شو عم يشتغل. مو بيحكي معه هلا بدنا نحرك العضلة، لا، هو عم يصدر أمر مدير عام، أثناء نزول الأمر الحركي يرسل أو يخطر علما المخيخ بما أصدره المدير العام من أوامر. فلن اجد اي سبيل مخيخي او مخي مخيخي، قشري مخيخي ما وارد. مدير عام ما حيحكي مباشره مع المراقب تحت الخيمه بالابول، ما حدا عارف وينه. اذا لدي طريق قشري جسري مخيخي، هو نازل الامر الحركي بجسر نسخه الى الموظف المناوب. مخي او قشري زيتوني مخيخي الى البصله نسخه الى المناوب. مخي شبكي مخيخي، ملاحظين بجزء الدماغ
شبكة كل شيء طالع ونازل بيناتها، ما عندها سيطرة على الوعي بشكل كبير. فأي أمر حركي نازل أثناء نزوله إذا مر بالدماغ المتوسط أو بجسر الدماغ ترسل معلومة أو ترسل نسخة إلى المخ. أثناء نزوله إذا مر بالبصلة نواة زيتونية ترسل إلى المخ. أثناء مروره بالتشكيل الشبكي تشكيل الشبكي يرسل إلى المخ. لاحظي لا اتصال مباشر ما بين القشرة المخية والمخ، الاتصال عن طريق إرسال نسخة عن حمل الحركي بطريق ثالث، قشري مخي، قشري مخي، قشري جسري مخيخي، قشري زيتوني مخيخي، وقشري شبكي مخيخي أو مخي شبكي مخيخي، وهي تحمل نسخة عن الأوامر الحركية. الآن من أين سيأتيني وارد إلى المخيخ أيضا؟ تمام، كاميرات المراقبة، كاميرات المراقبة وين موجودة؟ كل مكان، كل مكان له علاقة. حاطها بالحمام، حاطها بالمدخل الرئيسي، حتى بالكوريدورات، ما بحطها بالمكاتب، حاطها بالمحلات بدها تعطيني معلومات. يعني إذا نفذتني إبرة شو دخلهم هذا؟ ما بيأثر على الحركة العضلية، بس بالمقابل الوضع حس العميق توازن بالنخاع الشوكي. مرق معكم أسماء سبل، قشري مخيخي، شوكي مخيخي، في سبيل اسمه شوكي مخيخي، شوكي مخيخي أمامي، شوكي مخيخي خلفي، كله حنرجع نحكي عنه وقت نحكي على السبل. هرجع في محاضرة كاملة عن السبل الصاعدة والنازلة والسبل داخل الدماغ، تكتمل الصورة. الفكرة إنه أنا كغرفة مراقبة شو بيهمني أعرف إذا تنفذ الأمر الحركي؟ لاحظين حركي أنا، ما لي علاقة بالأحاسيس والعواطف والمشاعر، حركي. شو بيهمني أحاسيس تساعدني بالأمر الحركي؟ مفاصل هي الأهم. طالما وضعية المفاصل بالفراغ أو الضغط المطبق على المفاصل بيعطيني معلومات إذا أنا واقف ولا أنا عم بقعد ولا أنا عم بسلط ولا أنا ماشي بخط مستقيم ولا عم بتسلى، كل هالمعلومات الحركية تجيني من المفاصل. من المفاصل عندي نوعين من الأحاسيس، عندي حس عميق اللي هو الحس العضلي المفصلي المدرك، يعني أنا واقف بعرف إني واقف، بغمض عيوني بحرك الإبهام لفوق بعرف إني عم حركه لفوق، بحركه لتحت بعرف إني عم حركه لتحت، هذا اسمه اللي بينتقل بالحزمة اللاشقة والإسفينية. فغالبا حلاقي اسم اسفيني مخيخي من الحزمة الرشيقة والاسفينية، اللي هن الاثنين، واحدة من تحت واحدة من النص والطالع، جايون معلومات من المفاصل. فهدول دغري بدهم يخبروا لغرفة المراقب عم نتحرك ولا لا، واقفين ولا لا، ماشيين خط افقي ولا لا، وضعية مفاصل الفراغ، هي الوضعية الواعية. أضف إلى ذلك في كاميرات سرية ما حدا بيعرف شو طبيعة المعلومات اللي فيها، نسميه حس مفصلي عضلي أو عضلي مفصلي غير مدرك، اسمه الحس المبهم. لا نخبط بينه وبين العصب المبهم، ما له علاقة، بس مصطلح الحس المبهم هو حس يأتي من مناطق الجسم، كاميرات ما بعرف كيف آلية عملها، بس تعطي فكرة للمخيخ عن وضعية الجسم. عيون المراقب وآذانه بيخبروا أنا عم بمشي، أنا واقف، أنا طالع، أنا قاعد، أنا مسطح، كل وضعيتي بالفراغ تأتيه نسخة عن طريق سبيل شوكي مخيخي أمامي، شوكي مخيخي خايفين الاسم، شوكي مخيخي، النخاع الشوكي مباشرة بده يبعث نسخة إلى صاحب أو يتحدث مع صاحب مع المراقب، مع المعني بالموضوع، مع الجهات المعنية المختصة. السبيل الإسفيني المخيخي أيضا يحمل فكرة عن وضعية مفاصل، حس العميق، حس الوضع، حس الاهتزاز، وينقلها الى المخيخ. المخيخ شو صار عنده قاعد المراقب المسكين؟ اضف الى ذلك عندي الياف دهليزيه مخيخيه. الزيبا بهمني الزيبا لاعرف انا سارت ولا انا واقف ولا انا عم بطلع ولا عم بنزل ولا عم بسار على قدام ولا عم بسار على ورا، كل المعلومات من الباحه الدهليزيه او من الكويس القريبه القنوات نصف الدائريه، كلها معلومات بتهم المخيخ حتى اعرف وضعيتي بالفراغ، حتى اعرف هل انا اطبق الامر الحركي بحذافيره ام لا. سقف مخيخي، السقف دهليز حمراوي مخيخي، النواه الحمراء، مجلس اداره كمان يخطرون المخيخ، وكمان هدول لاحقا حشوف لهم كثير تاثير بتنسيق الفعاليه الحركيه. يعني حيمروا معنا بالسبل النازله سبيل اسمه الحمراوي الشوكي، الحمراوي
الشوكي يثبت الباسطة يسهل القابضة، كيف يعني؟ إذا الواحد حيتفركش ويوقع، شو الوضعية اللي بياخذها جسمه؟ تمام، وضعيتي أنا؟ قبض. بالنسبة لمفصل المرفق، شو العملية؟ قبض. بالنسبة لمفصل الركبة؟ قبض. لا، الركبة بالعكس كانت، كمان قبض. بالنسبة للركبة؟ جزع. يسهل القابضة، يثبت الباسطة، إذا بدي أوقع الحمراوي الشوكي بيساعدني إني آخذ وضعية أتجنب فيها السقوط. في صديق دهليزي شوكي اسمه، للي ماشي على حبل. جسمي شو وضعيته هلا؟ بسط، إذا أخذت أي وضعية قبل شو حيصير فيه؟ تهوى، فوضعية التوازن بسهلها دهليزي شوكي، وضعية عكس الجاذبية بسهلها حمراوي شوكي، كلها مفاهيم حتمر لقدام، بسهلها مرة على السرير، الحمراوي المحيطين، لاحظين لأنه له علاقة بده يعرف حتى اتجنب السقوط انا منطبق الامر حركي ولا لا. هلا قاعد هالبني ادم قدامه هالشاشات، كل شاشه فيها مفصل وشاشات مخبايه ما حدا بيعرف شو عم تدخل معلومات مشفره، بس هو بيفهمها بحس مبهم غير واعي، بس بيعرف منها انا واقف ولا لا، وعنده هيك الزئبق ثلاث زئبقات بالنص كمان وضعيتي بالفراغ، قاعد عم يراقب وقدامه نسخه من الامر الحركي. سيتم الان السير خطوة إلى الأمام. إجا هيك الأمر الحركي، تخيل بطأنا السرعة العصبية 30,000 مرة، هلا أصدر الأمر الحركي أنا بدي أمشي خطوة إلى الأمام بالخط الناصف بالمستوى الأفقي. أنا أسير إلى الأمام، بدي قبض كوادريسيبس، بسط أو صبت عضلات المسكن الخلفي ذات الرأسين، سكينة طبعاً، نصف الإنشائية نصف الوترية، فبدي أعطي بالتناوب حركة من هون، حركة من هون، يمين، يسار، أنا أمري الحركي أن أسير في مستوى أفقي، فجأة، هوب، إجاني أنا الأمر الحركي لا مفاصل إنه أنت بده يجيكي نفس الضغط بكل خطوة لقدام، فجأة بالخطوة اللي بعدها المفصل هذا إجا ضغط أكثر من المفصل، شو حيصير فيني؟ هوا، فالمخيخ إجا عم بيشوف الأمر الحركي أنا كان لازم هذا المفصل يكون نفس هذا. فجأة هذا المفصل صار عليه 60 كيلو، هذا المفصل عليه 10 كيلو بالهواء عم يلوله. فشو بده يعمل؟ بده يخبر جهات عليا. تليفون مخزن. ما عنده خط مباشر مع الدماغ. فبيرفع المخزن وبيحكي. عبر ألياف صادرة معظمها بالسويقة الغلوية. مع المخزن كمان في ثلاث أربع عمال، عنده أربع موظفين بالمخيخ. كروي، صماوي، ومسنن، وأثري أو قمي. مسننة، كروية، صماوية أو صمية، وأثري. فكل واحد من الموظف من الموظفين يمسك التليفون، يحكي مع عامل مقسم، اللي هو مجلس إدارة، دخيلك خبر المعلم أنه حلوة. فطريق كروي، صمي، حمراوي، كروي والصمي قاعدين بنفس المكتب، المسنني المهادي صار ما عاد عم يعرف مع مين بده يحكي، بس بده يوصل خبر لفوق. حكى مع الحمراوي، بيعرف انه الحمراوي مجلس اداره وكثير فعال بمعاكسه الجاذبيه، فدغري بيرد له خبر حنوقع. حكى مع المهاد وبيعرف انه المهاد البيضه الصغيره هي واصله. مدير سكرتيره هي مو قليله. بتحكي مع الكل. له اتصال مع متذكرينهم، راجعهم امامي مع حزام، إنسي، جبل، وحشي، جدار، خلفي، جدار، قفوي، صدر. سمعتوا إنسان؟ سمعتوا إنسان رأيت وحش، صرت بالقلب أنا إن شاء الله ما تكون خربت قلبت معكم يعني، بس واضحة الفكرة. سمعتوا إنسان رأيت وحشان، والبطني أمامي مع أمام الحركي، وحشي مع الحركي، وخلفي مع الحسي. فهالقتلة البسيطة فيها تخبر مين ما بدها. فبيرد لها خبر المهاد، مسنني مهادي، نواة مسنني اللي هي أكبر وحدة هي الواضحة، وقمي دهليزي، كمان دهليزي، يا معلم حنوقع، ظبط لنا، خبرني شو عم بصير معك، فيك تدوزن فيك، لأنه كمان هلا قلت أنا والله طب تداعي الأفكار طلع محله تمام، مو قلت الدهليزي الشوكي يثبت الباسط ويسهل الباسط ويثبت القابض، والحمراوي الشوكي بالعكس، فالدين هذا حكى معه المهاد. ضبطوا لنا الوضع مع بعض وخبروا المعلم شو الخبر الجديد تبعي. واخر شيء قبل الشبكه، تشكيل الشبكه، اللي طالع والنازل مارق من جنبه،
فلحتى يخبر الدماغ بما استجد من أمور، وهي تنقل تعديلات المخيخ بعد مقارنة نسخة الأوامر الحركية. ممكن هي نفسها تصدر الأمر الحركي طالما عندها سلطة بالحد الأدنى معاكسة الجاذبية أو الباسطة، أو ترجع بالدائرة الارتكاسية مهار قشر، قشر مجلس إدارة، مجلس إدارة والسبل النازلة، وبيتعدى الأمر الحركي. بدل ما أكون عم بسلو برجع بعطي أمر لعضلات تانية لتعدل لي الوضعية لحتى أقدر استعيد توازني. إذا المخيخ يتصل به القشر عن طريق المقسم قشري جسري مخيخي، قشري زيتوني مخيخي أو مخي زيتوني مخيخي، شبكي مخيخي، مخي شبكي مخيخي. شايفين؟ مقسم نسخة إلى. وتأتيه المعلومات من النخاع، شوكي مخيخي خلفي، شوكي مخيخي أمامي، إسفيني مخيخي حس عميق، ودهليزي مخيخي. واضح؟ طيب. أيضا في ذلك حمراوي مخيخي. النواة، نواة مسننة، نواة صمية، نواة كروية، ونواة أثر. أثري أو قمي، قمي شبكي، قمي دهليزي، كروي حملاوي صماوي مسنني مهادي. خبر مجلس الإدارة المهاد مرة ثانية، خبر القشر شو صار معه، شو عم بصير باور بروكريمي عم تتنفس أو لا. والقشر يعدل الأمر الحركي بعد أن يكون المخيخ قد وصل له نسخة للأمر الحركي، تقرير عن تنفيذ الأمر الحركي في غرفة مراقبة تتم المراقبة بينهما. وإذا حدث أي خلل عن طريق السبل الصادرة من المخيخ إلى مجالس الإدارة والمعنيين بتعديل الحركة أو تنسيق فعالية حركية، يتم تعديل الأمر الحركي لتجنب السقوط والمحافظة على الوضعية والتوازن. واضح؟ منعيد. المخيخ الوارد إلى المخيخ عن طريق جرع الدماغ من القشر، مخي زيتوني مخيخي، قشري جسري مخيخي، مخي شبكي مخيخي. معلومات عن تنفيذ الأمر الحركي من النخاع الشوكي، شوكي مخيخي أمامي، شوكي مخيخي خلفي، سفيني مخيخي. معلومات عن التوازن، دهليزي مخيخي عن وضعية الفراغ. مقارنة بين الأمر الحركي وتنفيذه في حال وجود أي خلل، الاتصال مع المراكز الحركية خارج الهرمية، يعني مع النواة الحمراء كروي صماوي حمراوي، مع المهاد مسنني مهادي، مع الشبكي قمي شبكي، ومع الدهليزي قمي دهليزي. ملاحظين مع الحمراء والدهليزي في خطين روح رجع، لأنه في سبيل حمراوي شوكي ودهليزي شوكي، ممكن عن طريقهم دغري بتبادل معلومات مباشر، ما أحتاج إلى تدخل الجهات العليا إذا بدي عدل الوضعية أتجنب السقوط بسرعة. في معلومات تجي عمهلة للمهاد حسب الطرق المرعية والأصول، من المهاد إلى قشرة، القشرة بيرجع بيعدل الأمر لحاله. بين الحمراوي والدهليزي في عندي خط مباشر روحة رجعة، هنيك كده المقسم. واضح؟ هلا ننتقل إلى القسم الآخر من المحاضرة، وهو التقسيم الوظيفي للقشرة الدموية. الساعة صارت هلا في قشرة الدماغ ست طبقات نسيجية، بالمخيخ كانوا ثلاثة، وسميها القشرة الجديدة لتمييزها عن القشرة القديمة الموجودة في وسط الجزيرة والجهاز الهضمي. لدي طبقة جزيئية حبيبية خارجية، هرمية خارجية، حبيبية داخلية، هرمية داخلية، وعديدة الأشكال. مطلوب التآلف ومعرفة الترتيب، ما عم ناخذ نسوج، ما بدنا كثير معلومات. المعلومات التي احتاجها كتشريح انني في الطبقتين الهرمية الخارجية والداخلية لدي خلايا هرمية تصدر منها ألياف قشرية شوكية، اغلب هذه الألياف هي في السبيل الهرمي. منه بيقول منه اجى اسم السبيل الهرمي قبل التصالح في الهرم. اذا مولكولر اكسترنال جلانولر، اكسترنال بيراميدال، انترنال جرانولر، انترنال بيراميدال، اند مالتيفورم لاير. جزيئية حبيبيتان
هرميتان وعديدات الأشجار. العالم برودمان عالم بريطاني كان عم يتسلى ويجيب هالمجهر يلون طبقات القشرة ويشوف شكلها تحت المجهر، فيلاحظ انه مرة الطبقة الهرمية كبيرة، مرة الطبقة الحبيبية كبيرة، مرة في شريط بلاغر بالأربعة، مرة في شريط بلاغر بالخمسة. لاحظ اختلاف نسيجي بين أقسام القشرة المختلفة، وكان قدامه ورقة وقلم وراسم مثل ما رسمته أول مرة هيك وجه وحشي للدماغ والتلافيف. فقاعد واحد اثنين ثلاثة، كل ما تطلع معه شغلة جديدة يرتبها. هلا لسوء حظنا انه ما كانوا بالترتيب المنهجي من الامام للخلف، فكان بطريقه الاكتشاف كل ما يلاحظ اختلاف يحط رقم. اخر شيء طلع معي هالخريطه العجيبه اللي هي مثل اجمع نقاطك هي اللي بتطلع لك حيه. فعندي باحات وظيفيه لاحقا تبين ان كل اختلاف نسيجي يترافق مع اختلاف وظيفي، وكل منطقه من القشر مخصصة ومتخصصة وظيفياً بوظيفة معينة. فباحث الحس الجسمي رقمها 1 2 3، 1 2 3 الحسية حياتي ما في صورة. منبلش بالحسي 1 2 3 الحسي تقع بالتلفيف خلفها المركزي. بعده باحث الحركية الهرمية رقم 4 بالتلفيف أمام المركزي. شايفين اللي درجة التلفيف؟ بتقول هلا امام مركزي ما حدا عنده مشكله يعرف وين امام مركزي. الباحه امام الحركيه خارج الهرميه 6 و8 ارقام زوجيه 4 6 8 بالباحات الجبهيه صرنا. الباحه البصريه رقمين اوليين بين 18 17 18 19 على شفتي الشق المهمازي بالقطب القذاري ترتسم عليه المبصرات. باحه حركات العينين بالباحه الجبهيه 8 اللي هو هيك شو بصير؟ نظارة. حركات العينين الباحة رقم 8. باحة السمع 41 42، نصهم تقريبا السمع الثانوية العلاقة بفيرنيكي. باحة الكلام 44 بروكا 44 45. باحة كلام الاستقبال فيرنيكي 39، لاحظين قبل السمع باثنين وبعد السمع باثنين فيرنيكي وبروكا. 41 42 42 2 44 وحزب مقوسة بينهما. وآخر شيء الباحات الجمعية. هلا كل باحة من الباحات هنجيبها تشوف وين قاعدة شو بتشتغل، إذا انضربت شو بتصير. هي منهجية المحاضرة. المحاضرة تتقاطع بشكل كبير مع فيزيولوجيا العصبية اللي هتاخدوها في الفصل الثاني. بهمني أنا الموقع التشريحي وما عم بدرس تشريح وصفي انا خصوصا بالعصبيه. ضجنا كثير الله يخليكم، الساعة عندنا شغل منيح. اللي ضايج ومستعجل وما شربان قهوه في يطلع يشرب ويرجع او يطلع ويرجع ما عندي مشكله. هدوا شوي. اذا كل باحه سنقوم بمقاربتها بشكل الموقع اين يقع؟ الوظيفه ما هي وظيفتها؟ من اين تاتيها الالياف؟ الى اين ترسل الالياف؟ واذا اصيبت ماذا سيحدث عندي من أذية أو خلل وظيفي؟ وبالأخص هلا كل هالمحاضرات عم نجمع صور فازل. بنهاية محاضرة التروية يكتمل المشهد وقت أعرف كل شريان شو بيروي ونقطع التروية ونشوف شو بصير. ما فينا نعرف شو بصير إلا ما نعرف شو بيروي واللي بيتروى شو بيعمل وإذا ما عمل شو بصير. هلا الباحة الحركية باحة رقم 4 أمام المركزي موتور أريا تقسم إلى باحة حركية أولية وباحة حركية ثانوية. الباحة الحركية الهرمية هي الباحة الحركية الأولية برايمري موتور أريا أو برايمري موتور كورتكس، تقع أمام الثلب المركزي، تشغل التلفيف أمام المركزي من الوجه الإنسي وحتى حدود التلم الجانبي أو تلم سيليبيوس. هي منشأ الألياف الهرمية المسؤولة عن الحركات الإرادية. هلا هون في كثير اختلاف بين المراجع بوجع الراس انه 40% من 4 و60% من 6، لا 60% من 4 و40% من 6، ما حطيت ولا نسبة، بس معظم الألياف الهرمية تنشأ من الباحة الهرمية والباحة أمام الباحة الحركية والباحة أمام الحركية.
شديدة الوضوح، مشان هيك اسمها الحزمة الهرمية. هالشكل حدا شايفه من قبل؟ بتاع بكالوريا. بتعرف شو اسمه بالعربي الفصيح؟ بالعربي الفصيح. شو تصغير الإنسان؟ أنيسان. إنسان أنيسان. فهذا اسمه المعتمد أنيسيان. هومينكولر. تصغير جسم الإنسان، تصغير الإنسان على الباحة القشرية. تمثل المناطق الحركية على التلفيف أمام المركزي بهذا الشكل الكاريكاتوري لإنسان صغير أنيسيان هومينكولس. أنيسيان حركي. إنه في عندي أنيسيان حسي غيره. أنيسيان حركي هومينكولس. لحتى نحفظه، قدمه عالقة بالشق الناصف، يده إلى الأعلى، وجهه ينظر إلى الوحش إلى الجانب، ولسانه متدلي إلى الأسفل. إجره على الآنة بالنص وقلب كله. قلب إيده ضلت فوق، وشه لهون، ولسانه تدلي تحت. كتير بهمني هالوضع. ليش؟ لأنه التلفيف الجبهي الإنسي، أو مو تلفيف جبهي إنسي، التلفيف أمام مركزي على وجه الإنسي أو حول المركزي بشعبته أمام المركزية. إذا أصيب شو بصير عندي؟ شلل طرف سفلي. في حين إذا أصيب التلفيف الجبهي السفلي أو القسم السفلي من التلفيف أمام المركزي، شلل الوجه. موقع الأذية غير لي الآفة تماماً بين شلل طرف سفلي، بين شلل الوجه، وبيناتهم سنتيين. فالواحد بده يعرف تشريحياً توزيع المواقع التشريحية. إذا هذا الأنيسيان قدمه عالقة بالخط الناصف، بالشق الناصف، يده إلى الأعلى، وجهه إلى الوحشي، ولسانه متدلي إلى الأسفل. شو عندي ملاحظة ثانية على هذا الشكل؟ تماماً ملاحظين الحجم الذي استلزمه عضلات الفخذ مثلاً مقارنة بعضلات الإبهام. تتناسب المساحة طرداً مع دقة الوظيفة المطلوبة. يعني بالفخذ شو مطلوب؟ قدام ورا قدام ورا قدام، شقت حالها بعد شوي، قدام ورا قدام ورا، ما عندي الحركات الدقيقه. بالابهام عندي يا لطيف منابله مداوره، بنشتغل ليلا نهارا، بحاجه الى دقه بالحركه للمنابله. عضلات الوجه التعبيريه بين بجهه وحده اشمئزاز، بين بجهتين ارتياب وشفقه، بين بسمه، بين شيء دقيق جدا، لانه بيسوي لي مشاكل ربما اذا ما عرفت ارسم التعبير المناسب على وجهي ممكن تنتهي الوضع بشكل كارثي. فهذا الأنيسيان يده الى الاعلى، وباحث الابهام كبيره، باحث وجه كبيره، وباحث لسان كبيره، لسان لا تستقلوا فيه ابدا. عضو محرك هام جدا، كل شيء عم بحكيه هلا احرف لسانيه، 90% من الاحرف لسانيه. بتدخل اللسان بنطقة غير المطب. فأنا بحاجة إلى دقة عضلات بين دال وزال وسين وشين، محرك بدوزن بكبير كتير، بتوازن كتير دقيق. فبحاجة إلى باحات، إلى مساحة واسعة من القشر لتعطي الأمر الحركي بشكل دقيق غير قابل للتأويل. ما أنا حركة كتلية، حركة دقيقة. الباحة أمام الحركية هي المسؤولة عن الحركات الكتلية، ترتبط مع النهاب، تذكروا بطنية أمامية، باحة حركية بطنية وحشية. الباحة أمام الحركية بطنية أمامية هي باحة حركية ثانوية تخزن الفعاليات المكتسبة. يعني الطفل أول ما يتعلم يمشي نبذل قصارى جهدنا أنه نخلي عنده توافق بين حركة القابض والباسط بالطرف السفلي مع حركة التوازن بالطرف العلوي، حتى يقدر يخطو أول خطوة ثاني خطوة. متى ما تعلم يمشي خلص صار عنده برنامج. وقت بدي امشي بطلب البرنامج. انا شو بدي اعمل؟ بايسبس ترايسبس هيمي تندينوس هيمي تندينوس بايسبس الى اخره. بحركهم بطريقه منتظمه، وهي فعاليه يتم التعلم فيها مثل ركوب دراجه مثلا. ركوب دراجه سابقا نقول المخيل هو اللي عم يشتغل، او سواق السياره. لا، سواق السياره ركوب الدراجه اذا حقوقها على المخيل. بس هالحركة التوازن بين ما نحرك إجر بإجر إجر بإجر، فكلها فعالية مكتسبة يتم اكتسابها وتخزينها في مراكز الفعالية الثانوية. يعني هي تقريبا في شبهها بغرفة الأرشيف.
وقت بدي نفذ أمر حركي بطلب شو عندي إمكانيات فينا نحرك هدول سوا، بيطلع هيك خطوة نحركهم سوا بكبس الزر وتنتقل بعدها للمرحلة الثانية بالسبول النازلة. إذا تخزن الفعاليات الحركية المكتسبة، إذا أصيبت هذه الباحة ماذا سيحدث عندي؟ هلا في عندي هون معلومة ما كثير حسيتها واضحة بالمراجع، إنه إصابة تنبيه منطقة من التلفيف أمام المركزي أو الباحة الحركية الأولية يؤدي إلى حركة كتلية دقيقة، تنبيه نفس الباحة أو المقابل إلى بأمام المركزي يؤدي إلى نفس الحركة لكن بحاجة إلى تنبيه أكبر. يعني هناك شيء إنه إدقره بيعطي الحركة الدقيقة، أمام المركزي بحاجة إلى منبه أكبر حتى يقوم بالحركة الكتلية المطلوبة. بكل الحالات إذا أصيبت الباحة الحركية شو نوع الشرق؟ حكينا سابقاً عن نوع الشرق؟ أبداً أبداً؟ أي ما حكينا مدير عام مدير تنفيذي؟ ولا جمسيرتون؟ طيب عندنا المدير العام وين ساكن؟ كل عم نحكي عنه الباحات الوظيفية هي مكاتب المدراء العامين بالاختصاصات مختلفة. وعندي المدير التنفيذي، مين المدير التنفيذي؟ اللي بيحرك العضلات بشكل مباشر، وين قاعد؟ بالنخاع الشوكي، بالقرن الأمامي للنخاع الشوكي أو بالنوايات الأعصاب القحفية. هي قرن أمامي للنخاع الشوكي، بس بالجزء الدماغي. فالمدير العام يصدر أمر حركي عندي سبيل قشري نووي أو قشري شوكي بطريقه على فرص المخي. يأتي الأمر إلى المدير التنفيذي، المدير التنفيذي هو العصبون الحركي الموجود بالقرن الأمامي للنخاع الشوكي أو القرن الأمامي دي أو مو القرن الأمامي بنوايات الأعصاب القحفية الموجودة بجذع الدماغ، هي التي تصدر الأمر الحركي، مو تصدر الأمر الحركي، تنفذ الأمر الحركي الصادر أو تحيل الأمر الحركي الصادر إلى أمر قابل للتنفيذ. كيف يعني؟ المدير العام فوق بعث الأمر بسلك سبيل قشري على مكتب مدير التنفيذي القاعد به القشر أو لنقل بالشدف النخاعية. مدير التنفيذي قدامه زرار مكتوب عليه، لنفترض هذا المدير التنفيذي بالضفيرة العضدية له علاقة رقبي صدري، مكتوب قدامه زرار بايسيبس ترايسيبس فليكشن اكستنشن، هاي الاحتمالات تقبيض أو كل العضلات قدامه زرار. كل ما يجي أمر حرك لي هدول تك 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 تجي الحركة. كل مدير تنفيذي مسؤول عن السيطرة الحركية على مجموعة من العضلات عبر العصب القحفي المعني. تذكروا كل عضلة كانت تمر معنا كنا نكتب قدامها، ما قلنا لكم تحفظوها، بس نكتب قدامها رئيس التير رئيس سبعة معني. هدول المدراء التنفيذيين بيجي الأمر الحركي. فالمدير التنفيذي قاعد كل يوم يجي تليكس فاكس حرك لي هدول يكبوز بيتحركوا، ما بيفكر أبدا، شغلته ينفذ الأمر الحركي، في غيره عم بيفكر ليش بيوجع راسه. هلا إذا بيوم من الأيام المدير العام رجع، ليش ما حدا بيعرف؟ سحب احتياط، سحب فشو بصير بالمؤسسة؟ تخيلوا كل العاملين بالعادة بيجوا كل يوم الصباح بيقعدوا بمكاتبهم بيجيونا بالحركة. اجوا الصباح قعدوا بمكاتبهم ناطرين ما جرى الحركة، شو بصير اليوم؟ أو تمام شغلة، بس أول الوهلة الأولى شو بصير؟ شغلة الرخو، ما حدا عرفان شو بده يعمل. كل مين بيحكي إنه شو وجهنا والله استمعش إنه شو بيان سيارته ما بين شيء. فشلل رخو بالطور الحاد للأذية يحدث شلل رخو، الجميع عاجز عن الاتيان بأي حركة. بالطور المزمن للأذية أول يوم ما أجا ما حدا اشتغل، ثاني يوم أجا الموظفين، الموظفين بده يجوا ما فكر ما أجا المدير، طلع محروم مكتبه في أذية قشرية والمدير ما عاد عم يكتبه. ثاني يوم، ثالث يوم، رابع يوم، مدير التنفيذي قدامه هالزرار قعد قال شو الشغلة بدها كثير يعني بعدها إذا كان استمع هذا شو بصير؟ هذا ما عاد بصير مدير التنفيذي يصدر أوامر غير هادفة، فبصير ما أدعوه الشلل التشنجي، يعني العضلة تتشنج لأنه عم تجي أوامر عجيبة غريبة لمدير تنفيذي غير مؤهل لإصدار الأوامر المبرمجة، مؤهل لتنفيذ الأوامر مو لإصدار الأوامر. فبالطور المزمن بصير شيء اسمه شلل تشنجي. في كمان معلومة تانية هلا كثير عم استطرد بس كله بيريحنا لقدام. المدير التنفيذي عادة كثير
عنده امكانيه انه يدلك بوستر، هو اقرب واحد بوستر. فبالمنعكسات بتعرفوا منعكس الربله، منعكس الضاغصه، منعكس ذات الراسين وثلاثه الرؤوس، اذا مطبط الوتر بسرعه بيجي المدير التنفيذي انه تمططت العضله دغري بالبوستر بصير منعكس. هذا المنعكس بدون ما يرجع للقشر، منعكس مش تكسر. بالحاله العاديه هالمنعكس شغال باي حركه، يعني وانا ماشي ممكن يحس انه تبططت الزياده، فدائما في تخبيط قشري للمنعكسات. المدير العام مهدي انه اذا مو هلا طول بالك. حتى بالفحص العصبي، عندما نقوم بالفحص العصبي اذا المريض عم يطلع على اجره وانا عم احاول اسوي المنعكس الضاغصي ما حيمشي الحال. بغير المريض بفتح معه سيره، بفتح معه سؤال، بلاقي المنعكس وقت يغيب الوعي، مو يغيب الوعي بمعنى الكامل، وقت يخفف التثبيط القشري فتظهر المنعكسات بشكل اوضح. فبهالحاله بصير عندي اشتداد منعكسات لانه المدير التنفيذي ما حدا ماسكه، تبططت يلا بصير شيء اسمه اشتداد منعكسات. هي حنرجع نحكي عنها بالسبل النازله، اذيه الاصبون، العصبون العلوي. بهالمرحله بدنا نعرف انه اصابه الباحات الحركيه تسبب شلل بالبدايه رخو الطور الحار فقط، ومن ثم الواسم لهذا الشلل هو الشلل التشنجي، لان المدير التنفيذي فقدت السيطره عليه فاصبح يعمل ما يحلو له، يشنج العضله بدون هدف. واضحه الفكره؟ هلا الفكره كمان الشلل التشنجي مو بس اذا المدير العام ما جاء، اذا المدير العام عم يصدر امر والاسانسور معطل، صراع القريب مع مين زول؟ الكابل مقطوع، اصابه التلفيف القشري الشوكي باي مرحله كانت، بالمحفظه الداخليه، بالتصالب الهرمي، حتى بالنخاع الشوكي، الكابل نازل عم يوزع 3 على 24 طابق اكثر على 31 طابق. فالكابل امتى منقطع ممكن يساوي لي شلل تشنجي من اللي تحت، اللي فوق صوته الاوامر، اللي تحت بصير شلل تشنجي. حنرجع نحكي عنها بشكل مفصل وقت نحكي على السبل الصاعده والنازله. ننتقل الى الباحات الحسيه. الباحات الحسيه عندنا 1 2 3، هلا ترتيبهم بالدقه هن مو 1 2 3، هن هن 3 1 2 3، هي مباشره على المركزي، خلف 1 خلف 2. اذا 3 1 2 حسيه غزل العين تقع بالتلفيف خلف المركزي ولها امتداد على وجه المسيح شأنها شأن التلفيف الحركي. تنتهي فيها كافة أنماط الحس ما عدا الشمي. ما يصير خلل. عدا الشمي. حكينا عن الموضوع سابقا ما. الشمي له باحات خاصة، له علاقة بالحيوان الصغير موجود جواتنا، له علاقة بالدماغ البدري. الدماغ القديم. تنتهي فيها كافة أنماط الحس قادمة من المهاد عدا الشمي، ويتمثل أيضا النصف المقابل بأنيسيان تتناسب مساحة القشرة تبعا لمساحة الإحساس. الأحاسيس المطلوبة من الإيد والشفتين عضو حسهام أكبر من الأحاسيس المطلوبة من الجزع مثلا. فملاحظين المناطق تقريبا نفسها، بس التمثيل يتناسب مع أهمية الوظيفة أو الأهمية الوظيفية للناحية. إذا أصيبت هذه الناحية سيحدث عندي خذل. هلأ الشلل التشنجي بسميه خذل شقي حركي، خذل شقي شقي لأنه بالنص، عفوا مسؤول عن النصف المقابل. إذا أصيبت يسبب ويحدث عندي فقد حس أو خذل حسي شقي مقابل، يعني الإحساس لا يصل بدقة. بالمقابل عندما تكلمنا عن المهاد ذكرنا أن المهاد هو محطة الإحساسات الخام، يعني المريض يشعر بالحرارة بس غير قادر على معرفة هذا كتير ساخن ولا شوي ساخن، ولا ممكن يكون بارد وهو حاسه ساخن، حاسس في تنبيه حروري بس ما عنده قدرة على تمييز درجة الحرارة. يشعر بضغط على الجلد بس غير قادر على معرفة هذا الضغط من إبرة ولا من شاكوش ولا من سكين، ولا ما عنده قدرة على تمييز نوعية الإحساس. لو تدخلوا الفيزيولوجيا بفوتوا اكثر بتفاصيل اكثر والتمييز بين انواع الاحساس، ما كثير بدي افوت بالتفاصيل. باحه حسيه جسميه الثانويه تقع الى الاسفل من الباحه السابقه، وظيفتها ما كثير واضحه. وعندي الباحه الحسيه الجسميه الترابطيه، ملاحظين ارقام 5 7 فرديه وحركيه زوجيه، هون 1 2 3 وكملنا زوجي، هناك اربعه عفوا 1 2 3 وكملنا فردي، هناك اربعه وكملنا زوجي، 4 6 8 1 2 3 5 7.
إذن السوماتوسنسوريك الحسية الترابطية Association Somatosensory أو Somatosensory Association Area جزء من الفص الجداري خلف المنطقة السابقة تتلقى أنماط الحس وتكاملها بالتعاون مع الفص الغزالي والخبرات السابقة. كيف يعني؟ يعني إذا واحد مبض عيونه أعطيناه يمسك بإيده مفتاح نمجوهات يمسكه من الحجم من الملمس من الشكل الفراغي بيقول لك مفتاح. أعطيته طابة بيقول لك طابة. أعطيته ليرة ما بقى ليرة. أعطيته 25 ليرة بيقول لك هي 25 ليرة. ما في أصغر لأنه ما عارف. فيستطيع أن يجسم الإحساس بسميه حس التجسيم. حس التجسيم معرفة شكل جسم في اليد مفتاح مثلا من خلال الحجم والشكل والملمس دون استخدام حاسين البصر. هو مغمض عيونه يمسك أي جسم ويستطيع تقدير حجم الجسم بالملمس والحجم اسمه حس التجسيم. هذا الحس يكون متطوراً أكثر بالنصف غير المسيطر من الدماغ. هلا حنحكي على النصف المسيطر والنصف غير المسيطر. إصابته تؤدي لما أسميه عمى التجسيم. لاحظي مصطلح العمى ما له معنى من قبل؟ مو عمى عمى ونستخدمه كثير. واحد مثلا اذا كان عم يقطع الشارع وحينتعس يعني شو المسبك اللي بتطلع معه؟ العمى ضربه الهاء مو بالالف المقصوره. العمى يدل على مشكله بالادراك يعني الحس عم يوصل بس لا يتم ادراكه بشكل جيد. عمى التجسيم اي انه يحس بعطيه بايده قدران يحس انه في شيء بايده بشو هذا مفتاح طابه سكين قله ما هلا هون معلومة كثير دقيقة وما بدنا نوقف عندها كثير. يتم في هذه الباحة الجدارية إدراك وجود النصف الآخر من الجسم. مفهوم كثير مجرد صرنا وسريالي. يعني أنا وجود نصفي الأيسر منوط بسلامة الباحة 5-7 جهة لنا. وجود معنوي. يعني أنا بحس إنه في عندي نص ثاني وقت يكون هذا شغال. إذا هذا ضرب أنا بنسى إنه عندي نص ثاني. كيف بصير؟ بحلق نص دقني بصير نص وشي بلبس كم واحد جرابات وحدة حمل نص شعري مكياج وحدة بمزح عين واحد كله النخ الثاني ما بقول لي لمين هذا ما هذا اسمه حس التجسيم او ادراك الجزء المقابل للجسم. هالمعلومه البسيطه هي كثير سرياليه ما انا معروفه. وقت شوف الافات السريريه وشوف إذا انضرب القطع التربية بنصف مسيطر أو غير مسيطر كيف تختلف شكل الآفة السريرية بشكل كامل. حس النصف المقابل من الجسم غالباً بيكون بالجهة اليمنى. الجهة اليمنى يعني عادة النصف غير مسيطر. عادة النصف المسيطر هو الجهة اليسرى. إذا بس خلونا هالمعلومة هلا إنه 5-7 مسؤولة عن حس التجسيم وإدراك وجود النصف الآخر من الجسم. إلى الأسفل من الباحة الحسية في عندي الباحة الذوقية رقم 43 أسفل التلفيق خلف المركزي تتلقى من النواة المفردة. نواة مفردة اللي هي العلاقة بالإحساس الحشوي الخاص القادم من مستقبلات حسية سواء الذوقية سواء عن طريق العصب الوجهي حبل الطبل أو العصب العمي اللساني الوجهي دلتين أمامية للسان والعمي اللساني الخلف اللسان والمبهم أيضا يشارك بفعالية بسيطة. إذا النواة المفردة تتصل مع تذكر وقت حكينا على المهاد على البطن كمان قلنا وقت فتنا اكثر بالفي بي ان قلنا في بي ان ال وفي بي ال ان ام. الام بتاخذ احساس الوجه الذوق من ضمن احساس الوجه فبتاخذ من الباحه الذوقيه او تاخذ من النواه المنفرده وترسل الى الباحه الذوقيه الموجوده. هلا الباحه الجسميه الاوليه من اين تستقبل اي نواه؟ في بي ان شو بنا؟ بروكسي الو نهاد العصبون الثالث لكل الصور الصاعدة مع نواة الحسية في بي ان سواء ال او ام سواء وحشية خلفية او بطنية خلفية وحشية او بطنية خلفية انسية. في عندي باحة هنا اسمها الباحة الدهليزية تقع قرب التلفيف خلف المركزي قريبا من باحة الوجه. باحة مختلف على دورها الاساسي لكن يقال انها معنية بمعرفة او بادراك وضعية الوجه بالفرع.
للباحات البصريه فيجوال كورتكس. القشره البصريه الاولي رقم 17 على شفتي الشق المخمازي حيث ترتسم المبصرات، يعني قسم من الوتد وقسم من الترفيف اللساني. حول بشكل قوسي عندي الباحتين 18 و19 اللتين تخزنان الفعاليه او الخبرات البصريه المكتسبه لاحقا. في قاع وشفتي الشق المهمازي فصل الوتد والترفيف اللساني حيث تنتهي المبصرات. تخريبها يسبب ما اسميه عمى شقي. كيف يعني عمى شقي؟ حنحكي كمان ان شاء الله المحاضره بعد القادمه على السبل داخل الدماغ. شبكية كاميرتين مركبين نفس الكاميرا، كاميرا لهون وكاميرا لهون، شبكية أنفية ترى الوحشية، شبكية صدغية ترى الإنسية، وكل شبكية كل كاميرا شيء بيروح من نفس الجهة شيء بيروح من الجهة الثانية، فالفص القزالي آخر شيء بتجي نص بنص، بيركب نص بنص 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 بصير معه صورة ثلاثية لبعض، طبعا نظارة 1500 ليرة قطعهم. هلا الإصابة القشرة الصدغية تسبب ما نسميه عمى شقي. والعمى الشقي هون كمان مو نحن على شفتي الشق المهمازي، ففي نص النص فوق ونص النص تحت، فصير ربع فوق وربع تحت وبالقلب. كله مقلوب. مو وقت نحط واحد بالعدسه بينقلب. فبصير الربع العلوي بيرتسم بالاسفل والربع السفلي بيرتسم بالاعلى. لا تخافوا من الجمله هون. تخريبها يسبب العمى الشقي هيمي أرنوبيا فوق الثلب المهمازي، عمى شقي ربعي سفلي فوق المهمازي سفلي لأنه جاي من الباحة السفلية تحت المهمازي علوي. موضوع بيرجع بيتوضح بشكل كتير كبير وقت ناخذ السبيل البصري والسبل العصب البصري والسبل البصري. هلا الباحة الداعمة أو الثانوية 18-19 حول الأولية تخزن الذاكرة البصرية. كيف يعني تخزن الذاكرة البصرية؟ الطفل عند ولادته عارفان شو صاير بالدنيا؟ ولاش ابيض مبسوط ببلش بعمر سنه ونص سنتين ثلاثه اربعه ببلش يعلمه يعني يكتسب اي الذاكره او الخبره المكتسبه. اي طفل اخواتكم صغار او هيكم صغار اولادكم اي طفل عنده بنبلش فيه بالعمر الباكر نفتح له كتاب الصور بقره دجاجه بقره لا ما بيعرف ما شايف لا بعمره بقره ولا شايف لا بعمره دجاجه بنفرجيه صوره ولغويا نعطيه مكافئ معنوي لهذه الصوره. وممكن اذا الواحد كثير لذيذ يعني صوره البقره بالدجاجه والدجاجه بالبقره وشوفوا ماسكه بفوتوا بالحيط. فبالخبرات بصير وقت يشوف صوره بقره دغري عنده بالارشيف صار لانه كان 17 هو مو مراقبه هو المخرج قاعد قدامه المونيتور غير غرفه المراقبه تبعت عنده الشاشه قارئ الاشعه قارئ الصور بتجي الصوره بيطلع فيها وبشوف شو عم بصير حواليه بقره بيعطيها للسكرتيره والله حطينا اياها هاي حرف الباء فقاف فراء حطينا اياها بفولدر صور حيوانات اليفه الى اخره. بعدين شافها مرة ثانية قلت له الصورة يا سميرة شو كانت هي؟ الصورة ذاكرة مكتسبة وتتطور شيئا فشيئا بالتعلم والتقدم. في كثير صور احيانا نحن حتى الكبار ما بنعرفها فواكه استوائية بس انه هي 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 حتى ما بتعرف لا اسمها ولا ما انا شايفها من قبل تختزن بالذاكرة البصرية. هلا اذا اصيبت الباحة البصرية الثانوية شو بصير عندي؟ هذا العمى نظامي يعني يرى ولا يدرك ما يرى. شايفك انا بس مين انت؟ بقرا بقول خالص ما عرفان ما عنده اي قدره على الذاكره البصريه غرفه الارشيف تبعه بس كثيره وكلهم طيبين فبشوف صوره حلوه بس مين هي ما بعرفه والمشكله ما عنده قدره على الاكتساب لانه غرفه الارشيف ما في محل يحطوا فيها شيء. فهذا ما نسميه العمى البصري ويكون العمى البصري اكثر ما يمكن بالباحه المقابله. كيف يعني؟ يعني بيطلع عليك هيك ما بيشوفك. بيطلع عليك هيك اذا دار وشه ممكن يتذكر، مشكله اذا كانت بالباحتين. وقتها خلص العمى ضربه نظامي. هلا قربنا نخلص، ناتي الى باحات الكلام. باحه الكلام عندنا باحه بروكا 44 45، باحه فيرديكي
اللي هي 39. هلا بالسنه الماضيه اذا طلعتوا مع المحاضرات في اختلاف، كنا مسمينا 22 اكثر مرجع تشريح كان عندنا 22، كنت حابب 22 لانه وصل 44 كان سهل الحفظ، بس صار شوي نقاشات مع فيزيولوجيا انه لا في مراجع كثير، وحتى بالتشريح في مراجع انت بتقول له هو ترفيف الزاويه 39 هو فنيك، و22 هي السمعيه الثانويه اللي قسم لنا بيتبع الفنيك، فالرقم اللي حنحفظه لبروكا هو 44 45 ولفنيك هو 39 زائد 2 ناقص 2 للسمعيه 44 45 في التلفيف الجبهي السفلي بين شعبتي التلم الجانبي، يعني تقريبا تلفيف الزاويه بسميه هون، امام المنطقه الحركيه. ملاحظين هون بالمنطقه الحركيه المنطقه السفليه عضلات مين كانت تتحرك؟ لسان، واذا كمان دقرت زياده بلاقي برنامج الحنجره الاجنبيه، فهي العضلات اللي لها علاقه بالتصويت. نعرف انه التصويت حكينا عن معلومه من قبل، اي اله موسيقيه وتريه الريشه تضرب الوتر تعطيني العلامه نوطه، اذا دوزن ممكن تعطيني نوطه واحده، اصابعي شو بعمل؟ ممكن اسوي سلم كامل. فالنوطة بتطلع من الحبل الصوتي أو التواتر بيطلع من الحبل الصوتي، والعلامة بتطلع من عضلات البلعوم اللسان والشفتين العلامة النهائية. فالصوت بيطلع من الحبل الصوتي الاهتزاز، وآخر شيء مخارج الحروف إما حلقية حاء خاء عين غين كلهم بالحلق، لسانية اللي حكينا عنه دال زال فين فين صوت طوط كلهم باللسان، ثلاث حروف شفوية باللغة العربية فا با ميم من الشفتين. فتحريك هالعضلات بشكل متناسق بدها مايسترو اخو اخته يقدر يحرك لي ورا بعض عضله ذقنيه لسانيه نص انسي ثلاث ارباع وحشي شفويه دويريه فمويه او رافعه شراح حنك بعدين ذقني، بده يساوي كل هالحكي. في فعاليه هائله بالتنسيق الحركي ما بين العضلات المسؤوله عن اخراج مخارج الحروف او الكلام المطلوب. المايسترو اسمه بروكا موجود بالباحه رقم 44 45 هو المعني بتنسيق الفعاليه الحركيه. يسمح لنا بالتعبير عما نريد. هلا المايسترو قد ما كان فظيع اذا ما قدامه نوطه شو ساعتين بالهواء ما حدا بيعرف شو عم يعمل، فالمايسترو بده لغه، اللغه اما تكون مسموعه او مقروءه. يعني ممكن حطي له هاي هيدفون للمايسترو يقدر يقود الاوركسترا يعرف هلا بتفوت هي الوتريه لتطلع نفخيه او قدامه نوطه مكتوبه. فبروكا لها علاقه بالكلام المنطوق والمسموع. وقت يجي او يفهم ما يقال سواء كتابه او شفاها نطقا يستطيع التعبير عما يريد. اذا بروكا هو المسؤول عن التعبير عما نريد، يصدر الامر الحركي الى المراكز الحركيه المسؤوله عن حركات البلعوم والحنجره ايضا، تعديل الغناء وتعديل التواتر حبل الصوتي بنحكي عنه بشكل مفصل جدا بالفصل القادم، مسؤول عنه العضلات المحركه للحنجره. اذا المايسترو